هاي هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. وحشتوني جدا 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 من امبارح، واكتشفت ان انا بقالي كتير قوي ما بقولكوش ان انتوا وحشتوني من امبارح ومن الاسبوع اللي فات. يلا بينا. ايوه رغده هي اللي قالت لي يلا بينا. النهارده الحلقه لطيفه وخفيفه، حلقه تبقى كده ايه، هي حلقات نص الاسبوع بتبقى بمنتهى البساطه كده، اكله في حله واحده وجنبها حاجه حلوه لذيذه، ومش قادره اقول لكم بقى كده، يبقى تمام جدا. حلقه مناسبه جدا ليوم الاربعاء. يلا بينا يلا بينا يلا. اول حاجه عندنا ايه؟ عندنا المبكبكه بالسجق. طبعا المبكبكه اللي بالسجق او المبكبكه اللي باللحمه الضاني الاصلي الليبي ممكن جدا تبقى بتتعمل بطرق مختلفه وبحاجات تانية خالص غير اللي انا بعملها، وكل بيت في ليبيا ممكن يكون بيعملها بطريقه. انا بس واخده الفكره من المبكبكه الاصليه وعاملاها النهارده بالسجق، فاعتقد ان هي اكله الحله الواحده المناسبه جدا لنص الاسبوع. يعني اذا انا عندي شويه سجق حلوين كده زي الصغنطتين اللي عندي دول، وعايزه اعمل اكله ااكل بيها عدد كبير من افراد العيله، وفي نص الاسبوع مش عايزه بقى ايه اكتر واخلي الموضوع يبقى كبير، دي اكله مناسبه جدا. يلا بينا اقول لكم هنحتاج ايه. نص كيلو من السجق، كيسين مكرونه خواتم او مرمريه زي ما تحبوا، عندي طماطم مبشوره ممكن نستغنى عنها ونخليها عصير الطماطم فقط، عندي بصلة مفرومة والبصل بيكون إلى حد ما كتير شوية، ممكن تبقى بصلة كبيرة شوية، عايزة كمان فلفل رومي مفروم، وارد يكون في ناس في ليبيا ما بتحطش في المبكبكة فلفل رومي، زي مثلا في ناس تانية ما بتحطش توم، أنا ما حطيتش توم المرة دي بس في وصفات بتحط لها توم. فالفلفل الرومي معانا، فلفل حراق صحيح وده ضروري بصراحة، المبكبكة من غير الفلفل الحراق لا ناقصة حاجة، عصير طماطم 4 معلقة كبار من الصلصة، زيت ومكعب مرقة برضو وارد جدا يبقى ما بنحطش مرقة في وصفات تانية، سكر وكمون وملح وفلفل اسود، ووارد البهارات تختلف من بيت لبيت، انا اخترت الكمون حسيته لايق مع السجق، وطبعا حطيت في بالي انه السجق عندي فيه بهارات وهو النكهة اللي هتنكه لي طبق المكرونة اللي عندي. فيلا بينا وصفة من الوصفات المناسبة جدا لكل الستات اللي بتشتغل وعايزة أكلة سريعة وتتعمل، يعني يا دوب تولع عليها كده وعلى ما ترتب الدنيا تبقى استوت. في أكلات كتيرة جدا للست اللي بتشتغل ببقى عايزة أعملها وعايزة دايما بفكر فيها، فالمبكبكة اعتبروها المبكبكة بتاعت السجق دي أو حلة المكرونة الواحدة دي المكرونة السريعة دي، اعتبروها كده أولى إن شاء الله سلسلة أكلات للوركينج مامز، الأمهات اللي بتشتغل أو الستات اللي بتشتغل، علشان إحنا عايزين إيه نهتم بيكم شوية وبأي حد طبعا حتى لو ما بتشتغلش وعندها بيبي في البيت مشغولة عايزة أكلة سريعة تأكل بيها العيلة كلها، فهنحاول نشتغل على شوية أكلات تنفع كل الستات المستعجلة. أول يوم في الأسبوع، في يوم في الأسبوع كده نبقى كلنا مستعجلين بننظف، يوم التنظيف أي حاجة. بصوا اختياراتكم بقى في الشوبينج بتاعكم مهمة جدا. أنا عندي مثلا اختيار السجق ده اختيار هايل، ده لأكلة سريعة أنا مستعجلة، فالسجق ما طلعوش أبدا في الأيام اللي أنا ممكن أكون فيها النهاردة قادرة أطبخ أو عندي بديل تاني ممكن ياخد وقت أو معايا وقت، دايما في أكلات ليه وأنا مستعجلة. اللحمة المفرومة برضو من الحاجات اللي بتنفعنا جدا، زي المكرونة البولونيز أو أي حاجة تانية بضيف لها لحمة مفرومة، حتى لو طبق رز باللحمة المفرومة كده وبالخضار بيبقى لطيف. عندك كمان طبعا الجمبري، عندك الفراخ، كل الحاجات دي بتكون أسهل بكتير، والفراخ البانيه والشيش طاووق والقطعيات المختلفة بتكون موجودة معاكي وانتي تبقي عاملة حسابك فيها وانتي بتعملي الشوبينج، علشان تنفعك لما تبقي مستعجلة وحاسة ان مفيش وقت عندك. فدايما كده في الليستة بتاعتك اللي بتكتبيها قبل ما تنزلي السوبر ماركت وتعملي الشوبينج تكوني واخدة بالك ان في شوية حاجات انتي هتشتريها للأيام بتاعتك وانتي مستعجلة ومش فاضية، وكل واحد فينا بيكون عنده سبب مختلف عن التاني يخليه مش فاضي. يلا بينا نقطع بقى السجق كده، انا مش هقطعه صغير قوي بصراحه،
انا هاخده كده ايه، كل واحده نص عشان مش عايزاه يتهري، لكن هو يستحمل انه يتقطع على ثلاثة، فاذا عايزة على ثلاثة برضو مفيش مشكلة. واحلى حاجة لتقطيع السجق كمان لما بيبقى دخل الفريزر وطلع نص متجمد، نص تجميدة، بيبقى هايل وما بيخرجش بقى بره الغلاف ولا اي حاجة. ادي السجق عندي كده تمام. نجيب حلة كبيرة تستحمل انه الصوص يكون كتير والمكرونة تستوي، وفي نفس الوقت المكرونة ما تشربش كل الصوص عشان تفضل فيها ايه، جارية كده. يلا بينا نحط الزيت. طبعا نقدر نحط زيت او سمنة، بس خدوا بالكم ان السجق بيكون الى حد ما دسم، فمش عايزين نزود قوي في الدسامة وفي المادة الدهنية علشان هو لسه هينزل الدهون اللي فيه. نجيب حاجة نقلب بيها. ومش عايزة أميكس مع السجق سمنة، يعني الزيت طعمه إلى حد ما يعني مش واضح، مش موجود. السمنة ليها نكهة، فانا مش عايزه نكهه تانية غير هي نكهه السجق بالدهون بتاعته بتوابله بكل حاجه، عشان كده بهاراتي قليله ومش هزود في انواع البهارات ولا في السمنه ولا في اي حاجه، انا عايزه نكهه الفلفل الاخضر. الاول هنزل البصل كده، ناخد بس تقليبه. احنا فين الكركم؟ حسيت ان الوصفه ناقصه كركم. شوح البصلايه تشويحه كده يا دوب تدبل، ممكن نرش لها رشه ملح. مش هخليها تغير لونها يعني. ننزل بقى بالسجق. معانا تليفون. يا اسراء ازيك؟ ازيك يا شفاء، عامله ايه؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ انا كويس. حضرتك كنت عايزه اسال على مكرونه وايت صوص بالبشاميل، اللي هي السي فود، مكرونه السي فود. مكرونه سي فود؟ اوكي يا حبيبتي حاضر. هي مكرونه سي فود بالبشاميل ولا وايت صوص؟ حاضر. طيب هي احنا تعاملنا مع المكرونه اللي بالسي فود اللي بالبشاميل هيكون زيه بالظبط زي المكرونه اللي بالبشاميل العاديه اللي احنا بنعملها، بس الحشوه بتاعتك هتكون بدل اللحمه المفرومه شويه السي فود اللي عندك. هتقطعيهم صغير ايا كانت بقى هي انواعها ايه، حاطه جمبري، حاطه صبيط، حاطه كاليماري، حاطه سمك زي ما انت كده، بس ايه تفرميهم علشان ما يبقوش كل واحده بوحدتها، بس ما تفرميهمش طبعا على الناعم قوي، على الخشن كده. تقطيع حلوه صغنطوطه وتاخديها على النار. ممكن تحطي معاهم بصلايه صغيره قوي 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 وفصين ثوم، وتحطي بقدونس، وتحطي ايه كمان، عصرة ليمون بسيطة جدا وملح وفلفل، تمام؟ دي الحشوة. بس انا بالنسبة لي هيكون افضل انك لو هتعملي سي فود ما تكونش صينية مكرونة، يعني لو عندك سي فود وعايزة تعملي تاخدي نفس الطعم ده يكون وايت صوص زي ما انت قلتي في الاول، وايت صوص بالجمبري او بالسي فود، ده بيكون افضل، طعمه احلى والنكهه بتكون اوضح واحلى. الوايت صوص بيكون بشاميل خفيف، تقدري تعمليه على البارد كده ني في ني عادي جدا، الدقيق على اللبن، على لو عندك ويبنج كريم ما عندكيش خلاص، وتحطيه على النار وتركنيه على جنب. السي فود بتاعك مش هتحطيه ولا بصل ولا اي حاجه،
الفصين الثوم نيين هتحطيهم في الصوص او هتحطيهم بعد ما تشوحي السي فود بتاعك في حته زبده بس كده، وتحطي ده على ده، وده يبقى الوايت صوص بتاعك على مكرونه مسلوقه وزي الفل. معانا مين؟ ام محمد، ازيك؟ ازيك يا سيف، عامله ايه؟ منوره الشاشه يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ده نورك دايما يا رب يحسن ما بين ايديك يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب، تسلمي. ازيك يا شيف، عامله ايه؟ بقول لحضرتك يا سيف، انا كنت في ليبيا وبعمل المكرونه المبكبكه دي. ايوه، بتضاف عليها كمان حمص، ها؟ حمص الشام. أوكي. وباللحمه الضاني بتاكلي مبكبكه، مش قادره اقول لك. قولي لي بقى، اللحمه الضاني في شوربه عربيه؟ اللحمه نعم. الضاني بالعظم ولا من غير عظم؟ لا بالعظم. كنت بتعمليها بالعظم؟ بتتعمل بيها، بتبقى جميله. تسلم ايديكي، بس حلوه فكره الحمص دي، كانت بتطلع حلوه. أيوة. بتحطي معاها الحمص الشام، يعني بيستوي الاول وبعدين تتحط في الاخر المكرونه. حلوه جدا، فكره جميله، وتدي قيمه غذائيه عاليه جدا للطبق. وماما هناك بيعملوها كده يا شيف، انا كنت هناك. وفي بقى لسان العصفور، لسان العصفور بيعملوه اسمه شوربه عربيه، الشوربه الليبي صح؟ مبكبكه، ها، باللحمه، اه، ويفصصوا الحمص ويحطيه عليه، وبعد ما تخلص بيحطوا لها ايه، قطب بقدونس كده على في قلب الشوربه دي، اسمها شوربه عربيه بتاعتهم. حلوه قوي يا حبيبتي، حلوه جدا، اسمع عنها فعلا، وعملناها اعتقد مره، بس احنا يعني الشوربه الليبي، احنا بنقول عليها شوربه ليبي. في العصيده، الكوتي، الله، لا تيجي تيجي الحاجات دي، انت تجينا في مره بقى تطبخي معانا هنا الاكل الليبي الحلو ده. لا ده انا شاطره في الكسكسي والحاجات دي يا شيخ. لا لا لا، تجينا بقى، تجينا، تيجي بقى تعملي معانا كسكسي. ان شاء الله باذن الله. حبيبتي نورتيني يا ام محمد باتصالك، وشكرا على المعلومات الحلوه دي والله. دايما كده الواحد بيستفاد وبيعرف حاجات من ناس سافرت وقعدت قالت لك بيحطوا حمص. شوفي، غير لما برضو اللي كان قاعد في البلد او شاف، غير تماما، عنده معلومه دايما غير اللي بيشوف حتى على اليوتيوب وبيقابل ناس. انا ممكن اقابل حد يقول لي الوصفه ويكون ليبي، بس ما تبقاش هي نفس وصفه تانية بتاعت حد ليبي تاني. زي عندنا في مصر كده برضو، الملوخية ممكن حد تاني يعملها بتكة مختلفة، المحشي ليه تكة مختلفة، حاجة في الخلطة، إضافة حاجة، لا شيلي حاجة، يعني لا، كل واحد وليه تكته برضه. تعالوا بقى إيه، نبتدي ننزل الحاجات حاجة ورا التانية. أنا بعد البصل هنزل بالفلفل كده. طبعا السجق من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص في التسويه، بس لازم اطمن انه ايه تمام. نزل شويه الميه اللي بينزلهم، كش شويه، لانه برده من الطبيعي ان هو يكش ويغير لونه، وزي ما احنا شايفين كده بيبان ان نوع السجق حلو من ان هو ما ينزلش ميه كتير، ما يبقاش بقى مي مي كده بزياده. بصوا مفيش ميه اهو، بيتشوح البصل والفلفل معاه، ومفيش ولا بقى ميه بزياده ولا اي حاجه، حتى لما بيكش بيكش بالعقل. ننزل بقى عليه بالطماطم المبشوره، عايز انزل بالمرقه برضو ايه، تاخد لها تحميصه كده، بتطلع نكهتها للناس اللي بتستخدم المرقه، بتطلع نكهتها لما بنعمل كده. كده السجق عندي بينزل النكهه كلها في الحل، فهشتغل عليها بقى عشان المكرونه تستوي فيها. تحبوا نطلع فاصل؟ ممكن احطها لما نرجع لو عايزين. طب يلا نحط الصلصة، نقلب الصلصة تقليبة، سيبها بس تبكبك كده دقيقتين، ونطلع فاصل سريع جدا ونرجع نكمل. يلا بينا فاصل سريع.
وزي ما انتم شايفين السجق عندنا تقريبا استوى، فهنحط ايه بقى؟ فلفل حامي، وبعدين هنحط شويه من الكركم مع شويه السكر اللي قلت لكم عليهم، معلقه سكر مع شويه كمون، ننزل بعصير الطماطم، نبتدي بقى ايه نظبط الصوص كده اللي هتنزل فيه المكرونه، ملح وفلفل، دي رشه الفلفل. طبعا عايزه اقول لكم بقى كل الناس هنا في الاستوديو ليهم طلبات، كل واحد مستني طبق المبكبكه على مزاجه. في بقى اللي هو ايه، كتري الصوص بس خليه الصلصه كتير، حاضر. معلش حط شطه زياده عشان الفلفل، بس حطيه بقى، حطي بقى الفلفل عشان الشطه تدي، حاضر. فايه يعني مش قادره اقول لكم، في حماس. ننزل بميه مغليه، هقفل عليها بس تبقبق شويه، وبعدين نبقى نحط المكرونه. هنروح نعمل ايه بقى؟ بما اننا قلنا ان اليوم اللي بنبقى عاملين فيه حاجه زي كده اللي هي اكله الحله الواحده دي، فحله واحده نحط كل حاجه على بعض وبنبقى خلصنا. فبرضو ايه، ست البيت عندها كده حركه، معرفش كلنا ولا يعني، ولا دي ببقى انا بس، اللي هو ايه، طب ما انا خلصت خلاص ما اعمل حاجه حلوه بقى. طبعا الحاجه الحلوه دي بتبقى حاجه لذيذه قوي، انها تبقى حاجه للفطار او للعشاء، او اللي هياكل ويشرب الشاي يبقى عايز ايه، حته كيك. ومن الطف الحاجات كيكه كل يوم، احنا لما عملناها بجد الكيك دي كسرت الدنيا. احنا عملناها تقريبا السنه اللي فاتت، مقادير مظبوطه جدا، في اي حد عايز يعمل كيك مظبوطه يمشي على المقادير دي، كيكه كل يوم بجد تمشي معاكوا بقى طول الوقت، فطار وبعد الغداء وفي العشاء كده وسناك، حاجه لطيفه وبيتي ومظبوطه فله. يلا بينا اقول لكم بقى مقادير كيكه كل يوم بتاعتي. 2 كوب ونص دقيق، تمام، دقيق يا اما اللي هو جميع الاغراض او اللي مكتوب عليه دقيق الكيك. عندي معلقه كبيره من البيكنج باودر، كوب وربع سكر، 4 بيض، علبة زبادي اللي هي أصغر علبة الصغيرة خالص، نص كوب حليب، أنا عايزة أعرف علبة الزبادي الصغيرة دي كام جرام، نص كوب زبدة، ماشي، وعندي نص كوباية زيت ذرة، واتنين معلقة كبيرة ونص كاكاو خام، ومعلقة صغيرة من الفانيليا. نعيد تاني، كوبايتين ونص دقيق، معلقة كبيرة بيكنج باودر، كوباية وربع سكر. وعلى فكرة موضوع كوباية وربع ده بيفرق، هو السكر على حسب الرغبة، بس السكر في الكيك بيفرق في القوام وفي حاجات كتير. 4 بيض، علبة الزبادي الصغيرة هعرف لكم كام جرام، نص كوب حليب، الحليب يكون دافي مش سخن، نص كوباية زبدة، نعم، الزبادي 100 جرام، 100 جرام، نص كوب زيت ذرة، 2 معلقة كبيرة ونص من الكاكاو، ومعلقة صغيرة فانيليا. مع اني انا شاكة ان الزبادي بيبقى 70 جرام، ده شكي انا، يعني هتأكد برضه. يلا بينا نبتدي. هي لو احنا في مصر، هي انا دايما بس اللي لما بيبقى في حد بياخد مقادير مني وما بيبقوش عايشين في مصر، ما بيبقوش عارفين اصغر علبه اللي انا بتكلم عليها دي اللي هي قد ايه بالظبط، عشان مش كلهم عندهم نفس الجرامات. يعني اولا عشان اعمل الكيك دي في شويه حاجات كده ناخد بالنا منها، لو احنا بنشتغل في الكيكه دي بيض بلدي فبلاش، نصيحه بلاش البيض البلدي، البياض فيه اقل من البيضه الحمراء او البيضه البيضاء، فبالتالي انا في الكيك محتاجه حاجه ترفع لي الكيك وهي البياض، هو عندي اهم كتير جدا من الصفار. فالصفار ليه نكهه في البيض البلدي، وصفاره كتير كده وليه ريحه،
فمش احلى حاجه. والبياض قليل، هختار البيض الاحمر او الابيض، هختار اكبر يعني اكبر حجم في البيضه، ويكون خارج بره الثلاجه، عشان اكيد احنا بنحط دلوقتي البيض جوه الثلاجه وهيبقى ساقع جدا وهيخرج بره على الحر، فاحنا عايزين كل حاجه بدرجه حراره الغرفه. اللبن بيكون الى حد ما دافي، دافي يعني يا دوب راحت منه السقوعيه. البيض بدرجه حراره الغرفه، الزبده طريه وبس كده، والزبادي كمان خارج من الثلاجه. مفيش حاجه ساقعه، مفيش اي حاجه ساقعه. نبص كده على الصوص، والله ممكن نسيبه على ما نضرب البيض. يلا بينا. ادي الاربع بيضات بتوعنا. نعم، هنطلع فاصل اذان. هنطلع فاصل ثانيه واحده. ثانيه طيب، هنحط المكرونه ثانيه واحده عشان ايه، محتاجين نطلع فاصل. فهنحط المكرونه عشان لما ترجعوا تكون ابتدت تستوي. يلا بينا فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل وبنعمل كيكة كل يوم، كيكة سهلة وبسيطة بس مظبوطة جدا، مقادير مظبوطة لأي حد عايز يطلع كيكة حلوة ينفع ناكلها في أي وقت. بنعمل إيه على النار؟ دي حلة المبكبكة اللي عاملينها بالسجق. زي ما انتوا شايفين كده احنا حطينا المكرونة ووطيت عليها، يعني خليت النار مش هادية قوي، بس زي ما انتوا شايفين كده بتبكبك اهي، تمام؟ على نار متوسطة، لا هي النار عالية فعلى طول تشيط وتشرب الصوص، ولا هي النار واطية قوي برضو، فالنار متوسطة كده ببص عليها علشان عايزاها يفضل فيها صوص ما تشربش الصوص. فإذا احتاجت شوية مية لو حسيت ان هي لسه قدامها وقت، يعني بديها تقليبة كده مثلا، لو حسيت ان هي لسه قدامها وقت ممكن ازود لها شوية، بس انا حاسة ان هي خلاص ايه قربت، فهسيبها تكمل في الصوص ده عشان هي لازم تخرج تبقى فيها شوية صوص، ما تبقاش شاربة الصوص كله على الاخر. وطبعا المكرونه والنشا اللي في المكرونه بيتقل الصوص جدا، فناخد بالنا من التكه دي عشان اذا احتاجت ميه مغليه نحط لها ميه مغليه على طول. النوع المكرونه مهم جدا في برضو في المكرونه دي، لان خدوا بالكم المكرونه اللي بتستوي في حله واحده وبتكون نوعها مش حلو او نوع رخيص او من الانواع اللي هي بتعجن او كده، هتنشي معاكي وهتطلعها كلها معجنه ومنشيه ومكسره ومش هتبقى افضل حاجه. فاذا عايزين نعمل مكرونه الحله الواحده يكون النوع المصري الحلو وكل حاجه، بس ايه اللي احنا عارفين ان هو نوع كويس. يلا بينا نكمل الكيك. احنا حطينا البيض، على فكره تقدروا في الخلاط تحطوا البيض على الزيت على الزبده على الزبادي، كل المواد السايله كده على بعضها. ننزل بس الزبدة، الزبدة طرية زي ما انتوا شايفين اهي. كل الحاجات دي تضربوها ضربة كويسة قوي 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 في الخلاط على بعضها، تطلع معاكوا كيكة تحفة. تعالوا نضرب الكلام ده الاول مع الفانيليا ونزود الزبادي واللبن. ننزل بقى بالسكر.
والزبادي بالنسبة لي الخلاط أحسن كتير من المضرب بكتير، بس أنا عشان هعمل عصير في الخلاط فمرضتش أستخدم الخلاط، لكن ضرب السوائل في الخلاط أحسن كتير. فاضربي كل السوائل مع السكر والبيض كده كل حاجة مع بعضها ما عدا الدقيق والبيكنج باودر، كل الكلام ده ضربة كويسة قوي في الخلاط لحد ما كل القوام يكون فاتح. وعلى فكرة الضرب الكتير هو اللي هيفرق جدا جدا في ان القوام عندك يكون فاتح، ان الكيك من جوه يكون فاتح. دايما بتسأله هو ليه بيطلع الكيك عندي اصفر بزياده ومسماته واسعه؟ عشان السوائل ما اتضربتش كويس قوي. مهم جدا ان احنا نضرب السوائل كويس. نص زيت ونص زبده، دي حاجه مهمه جدا، طعم الزبده بيبان في الكيك وبيبان حلو، فبرضه نوع الزبده مهم. بس اذا عايز تعمليها كلها بزيت تمام، بس كلها بزبده تبقى طعم الزبده فيها قوي قوي ومكتومه. تمام كده انا اطمنت ان كله اتضرب كويس والسكر داب. هنزل بالدقيق مع البيكنج باودر بندخل كده الايه في المصفى، رشة ملح علبة الزبادي ممكن يبقى بدلها رايب، والرايب برضو اللي هو أصغر علبة صغيرة. لمينا كده قوام الكيك كله على بعضه، يبان شوية تقيل بس تمام القوام كده مظبوط، ما تخففوش عن كده وامشوا بالمقدار بالظبط. احنا حاطين سوائل كتير والزبادي بيطريها، وكل دي مواد رفعة، الزبادي الرايب لو بديتي الزبادي برايب، البيكنج باودر طبعا. يلا بينا نجيب القالب اللي هو عاملين فيه ايه؟ مبطنينه. والقوالب بتاعتي دايما بتاعت الكيك بعمل كده، لازم احطها في صينية ألمونيوم زي ما انتوا شايفين من غير مية، مفيش هنا حمام مية، مش هنحط مية كده بس. ليه؟ علشان الشكل اللي انتوا شايفينه ده، الحتة دي هتلاقوا درجة حرارة الفرن ممكن تلسع حتة عن حتة، فتلاقي ايه التوزيع الحرارة بتاعها ما بيبقاش احسن حاجة، وخصوصا من هنا. فلا انا عايزه كله توزيع الحراره بتاعه يبقى واحد، ففي صينيه فاتحه احط القالب بتاع الكيك كده، الفرن يكون مظبوط درجه حرارته على ال 180. ممكن احط دلوقتي مثلا صينيه صغيره فيها ميه بس في قعر الفرن من تحت، ميه مغليه كده في صينيه وتحت، هي بقى تعمل لي البخار، وبتفرق جدا برضو في طراوة الكيك ولون الكيك. دي حاجات وتكات ممكن تفرق معاكو وانتوا بتعملوا الكيك، وطبعا الرف اللي في النص. تمام يلا بينا ننزل بجزء كده من الكيك.
هاخد شويه احط عليهم الكاكاو. حبة صغيرين مش كتير، مش نص الكمية يعني، هم حبة صغيرين. حط عليهم الكاكاو كده. ده طبعا الحركة دي اختياري، ده اذا عايزة من النص تبقى ميكس كده كاكاو مع الكيك، اذا حابة. يلا بينا ونوزع ده كده في النص بالشكل ده. بس بتبقى لذيذة وطعمها حلو بصراحة. وبعدين انزل ببقية الكيك على طول. يلا بينا. تعمل لي بقى ايه هي الشكل اللي احنا متعودين عليه ده، بيبقى لذيذ عند التقديم واحنا بنقطعها. نعمل كده، نخرج اي هواء. ايه ما عنديش الخلة دي، بس ممكن نعمل كده. بصوا كده كده، مجرد بس ان احنا ايه ندوب الالوان مع بعضها من جوه. كده تمام. هندخلها بقى على درجة حرارة 180 في الصينية زي ما احنا شايفين كده. نشيل بس اللي ممكن يتحرق. يلا بينا. وطبعا الفرن شغال من تحت فقط. تعالوا نبص على المكرونة الأول عشان لو محتاجة حاجة. يومي حلو بتبقبق، مش عايزاها تبقى واخده كل الصوص وشرباه. بصوا هي استوت، بس عايزاها يفضل فيها شويه صوص كمان. هزود لها شويه ميه مغليه عشان هم موصيني ان الصوص يبقى فيها شويه كتير، حبه ميه صغنطتين خالص، وبعدين تبقبق وبعدين نغرفها. سيبها بس تبقبق كمان مره ونغرف على طول عشان ايه ما تبقاش برضو مستوية بالزيادة وتفضل جارية كده ولذيذة. الفلفل الحامي ريحته تحفة. هوريكم الكيك بعد ما طلعت، لان طبعا احنا ايه مجهزين كيكة تانية وبعدين نعمل عصير. بسم الله. يلا لذيذة وتحفة وما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حركات ولا اي حاجة، بسيطة جدا. هي بس الفكرة كلها ان احنا نبقى ملتزمين بالمقدار. نجيب سكينة، تعالوا نقطع كده منها قطعة. بصوا قد ايه طرية الزبادي. بصوا تحفة.
هي لسه دافيه شويه بس برضو ايه ممكن نقطعها عادي بسهوله دي. تمام، اقطع حته كمان ولا ايه؟ نقطع حته كمان عشان لو انتوا بتصوروا. يلا بينا. طب كده باينة؟ ها اعتقد كده اوكي. اه كده تمام. اصب المكرونة، اغرف المكرونة عشان ما تشربش الصوص بس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. انا عارفه ان في ناس هتحب يبقى الصوص اكتر من كده، صح؟ اكتر حلوه. شكرا يا فندم. بس معلش الفلفل يبقى على الوش كده والسجق كمان. ادي المكرونه اللي بالسجق على طريقه المبكبكه، وبصراحه مش محتاجه اي تزيين خالص، هي كده حقيقيه جدا. العصير بتاعنا عباره عن ايه؟ بطيخ مع فراوله. الفراوله المجمده بقى، لو انتم مخزنين فراوله او بتشتروا فراوله مجمده، بيبقى مع البطيخ تحفه والنعناع. الميكس ده ميكس لذيذ قوي. قلت لكم برضو الفتره اللي فاتت كده احاول اعمل لكم ميكسات عصاير فيها فاكهه عشان نستفاد بفاكهه الموسم. تقدروا كمان تحطوا البطيخ مع البنجر، بيبقى لطيف جدا. فاذا عندكم بنجر ومفرزنينه اعملوا عصير بطيخ وبنجر، عصره ليمون، شويه عسل، ميكس كده فاكهه الموسم مع الفواكه الثانيه او الخضار الثاني اللي ينفع نعمله عصير. تلج وبطيخ طبعا. يلا بينا. البطيخ من غير بذر ليه بقى؟ عشان ما نصفيش زي ما احنا شايفين كده. لا ما هو عشان ما تقعدش تصفي، هي من الاول تشيل البذر، وعشان نستفاد بكميه الالياف. بدل ما اصفي العصير، طب ما انا هصفيه من الالياف اللي فيه، هشيل البذر عشان نعرف نشرب العصير كله على بعضه. نحط الفراوله المجمده، نحط النعناع. مش هحط التلج دلوقتي، انا عايزاه بس يلف لفه كده وبعدين نديله التلج. عسل او سيرب اللي هو الشربات او السكر زي ما تحبوا. السيرب ساعات كمان اللي هو الشربات البارد بيكون لطيف في ايه؟ في انه بيدوب بسرعه، ما بيبقاش زي السكر زي ما المطاعم بتعمل. نفضي بقى شوية كده عشان نحط شوية تلج. حطيت في الكوبايات تلج، حط كمان مثلا نعناع كده. ونقدمه بالشكل ده، او نقوم حاطين التلج كده ونضرب ضربة كمان. ها ايه؟ كده تمام.
الحمد لله. بطيخ، فراولة، نعناع. ده الميكس بتاع النهاردة اللي هيبقى لذيذ جدا جنب المبكبكة بالسجق، جنب الكيك بتاعتنا البسيطة جدا اللي احنا عملناها. اكلاتنا النهاردة بسيطة جدا جدا، يا رب تكونوا انبسطتوا بيها، يا رب تكون عجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله بكرة على خير. باي باي. كده خلصنا، سلم عليكم بقى. ودي كانت وصفاتنا النهاردة، نشوفكم بكرة على خير بإذن الله. تابعونا دايما على السوشيال ميديا، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب، وكل الوصفات، كل المقادير، كل الفقرات بتنزل يومين على صفحتنا سر الصنعة مع شيف دعاء السمنودي. هسيبكم مع فقرة مسجلة، اقول لكم باي باي، اشوفكم بكرة، مع السلامة. رجعنا من الفاصل ومنورنا ومشرفنا دكتور سامي قنديل، استشاري اول علاج الام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحه. اهلا وسهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ الحمد لله ازي حضرتك. نبتدي بسؤال التردد الحراري. في جهاز عندكم اسمه جهاز التردد الحراري، صح كده؟ عشان احنا جالنا السؤال ده كتير قوي. ايه هو وايه طرق العلاج وبيعالج ايه؟ تمام. واحنا في علاج الالم عندنا خطوات دايما بنعتمد عليها وبنمشي زي ما بنقول كده، الكتاب بيقول ايه. اوكي. فمثلا خشونه الركبتين هو الجهاز الحمد لله رب العالمين بنستخدمه في معظم الام الجسم، زي خشونه الركبتين او في مفصل الحوض او في الام العمود الفقري، الرقبه، الكتف. كمان ممكن نستخدمه في العصب الخامس. انما النتائج الهائله قوي والسريعه ولو تجيب نتائج كويسه، ان احنا لما يكون عندنا مثلا خشونه ركبتين وحطينا البروتوكول، البروتوكول ده بيبدا بخطوات، عدد من الجلسات، مشتقات البلازما، بنضيف البلازما، ممكن نضيف اليها المساعدات، ممكن نحط معاها الخلايا الجذعيه، ممكن نحط ملين، ممكن نحط البرور سيرابي او المغذي مع الاكسجين النشط، بحيث ان احنا نبني الغضروف، نحسن الاداء جوه الركبه ونقلل احساس الالم. لما بيبقى في مريض درجة خشونته عالية قوي وحطينا له البروتوكول وعملنا له جلسات والمريض فيه الليونة رجعت وبدأت وظيفة الركبة تبقى أحسن، يبدأ يحس إن الدنيا كويسة. ولكن بعض المرضى بيبقوا درجة خشونة كبيرة جدا، أصبح الدكاترة تقول له أنت هتعمل مفصل. فما بيجي لنا بنقول له لا، الموضوع لو على قد الألم، لو على قد إن أنت ركبتك بتوجعك وحاولوا معاك في كل الطرق وهي بتقدر تستخدمها وتقدر تروح وتيجي بيها، لكن هي بتوجعك معظم الوقت. وده زمن النقطة دي مهمة جدا. هنفترض الواحد بيمشي شوية وريح والدنيا ماشية على كده، إنما لو هو بيمشي بتوجعه ولو هو قاعد بتوجعه، فإحنا دخلنا في مرحلة آلام وإشارات طالعة من الركبة ليل ونهار. والمريض ده وظيفة ركبته موجودة ولكن بيتوجع منها جدا، وكمان وصفوا له مفصل وهو لا ينفع يعمل مفصل من الناحيه الاجتماعيه او الناحيه الماديه او الناحيه الصحيه. التفاصيل دي مهمه جدا، وانت بتفكري تاخدي قرار مفصل، تغيير مفصل ركبه او حوض، لازم تحطي النقط دي قدامك. للاسف بعض الناس ما بتبصش للمريض من كل النواحي، وده نقطه مهمه خلي بالك. لما نلاقي ان المريض ده اجتماعيا مش هينفع يعيش لوحده، مين هيحميه 3-4 شهور اولين بالعلاج الطبيعي ويشيل ويحط ويحاوي ويهتم بيه؟ صحيا عنده لا قدر الله مشاكل في القلب وممكن يجرى له مشكله في التخدير والعياذ بالله، العمليات بتقعد 3-4 ساعات. ماديا
الموضوع ممكن ما يعرفش تكلفتها عاليه جدا دلوقتي. طيب هل المريض ده يتسبق؟ لا، احنا بنستخدم جهاز التردد الحراري ان احنا بنعمل حاجه اسمها غلق مسارات الاعصاب. الركبه ليها نوعين من الاعصاب، العصب المسؤول عن الحركي او الحركه بتاعت الركبه، ده اسمه بينقل اشارات الحركه، وفي عصب تاني مسؤول عن نقل اشارات الالم اللي هو احساس الركبه بس. فاحنا بنتعامل على هذا العصب بس، ملناش دعوه بالحركه، بل ان الحركه احنا بنساعد ان هي تتحسن اكتر. فبنعمل غلق مسارات الاعصاب بنقط، وبنستخدم بنج موضعي والمريض صاحي. بعض الناس يقول لك طب اديني حد مهدئ، انما احنا بنستخدم السونار او السي ارم وندخل بجهاز التردد الحراري له كابل كبير بابره، ونشوف العصب قدامنا ونبدا نشغل عليه الجهاز، بيطلع موجات، بيطلع حاجه اسمها الليجن، فبنقفل احساس الالم. زي مثلا دكتور ياسين يقول لك انا هعمل عصب الضرس، ايوه ساعتها بقى المريض ركبته ما توجعوش، والاحساس الالم فيها يبدا يقل جدا ويقدر يتحرك بيها. فاحنا كده عدينا مرحله ان هو مش بيتوجع الحمد لله رب العالمين، وكمان بيقدر يستخدم ركبته، ورحمته او حليت مشكله ان هو كان هيقولوا له مفصل ومش هيستفاد منه. هي دي النقطه مهمه جدا، استخدام الجهاز التردد الحراري في خشونه الركبتين سلاح كبير بنعينه لاخر لحظه. وهو فكرته انه بس الحمد لله متوفر عندنا، الحمد لله ان هو بيتعمل ببنج موضعي، والمريض ما يتخدرش خالص، وبيبقى صاحي وبيتكلم معانا. بل احنا بعض الحالات بنقول له واحنا بنعمل حاجه اسمها الاستيمولس او الاستيموليشن، هل انت بدات تحس بحرقان هنا في ركبتك؟ واحنا حاطين الكابل يقول لك اه بدات، يبقى احنا عند العصب نبدا نشتغل بالليجن. فمهم جدا، والمريض صاحي وبيطلع نص ساعه يغير هدومه ويشرب حاجه ويمشي يروح. فجهاز التردد الحراري في النقطه دي مهم جدا. بس مش كل المرضى انا هبدا اول ما يجي اقول له اعمل تردد حراري، لا، انا المريض ده بيبقى كاركترز او شكل معين هنوصل لمرحله التردد الحراري. انما احنا 95% من مشاكل الخشونه اللي هي درجه ثانيه ودرجه ثالثه ودرجه رابعه دي بنحط البروتوكول اللي يتناسب مع المريض، وبنعمل له من 4 مثلا لخمس جلسات. والحمد لله احنا بنوفر على المريض حاجتين، يعني النقطه دي مهمه جدا لازم اكدها لحضرتك، لان انت ليكي مشاهدين كتير وليكي فانز والدنيا الحمد لله رب العالمين. انا سعيد بهذه النقطه ان المريض هيعمل جلسه، هيعمل جلسه ثانيه مجانا، هيعمل جلسه ثالثه، هيعمل رابعه مجانا. ما شاء الله. النقطه الاهم ان احنا الحمد لله رب العالمين الفريق وقصر الشفاء بقى فيه عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى اكثر من 15 طبيب. وبفضل الله كلهم استشاريين، كلهم الحمد لله رب العالمين استاف جامعه وناس معاهم دكتوراه، ودولت زملاتي وانا بشتغل معاهم، مفيش حد بيشتغل عند حد، دولت زملاتنا واحنا فريق واحد ومتوزعين على مستوى الجمهوريه. يعني يمكن وانا بكلم حضرتك دلوقتي في فرق ثلاث فرق اتحددوا مسافرين 4 اماكن على مستوى الجمهوريه. احنا الحمد لله باقي لي بس هي محافظه سينا والوادي الجديد، ويبقى كده احنا غطينا الجمهوريه تماما ان شاء الله. ممتاز. النقطه دي مهمه، لان طبعا في مريض ممكن انا ممكن يبقى عندي 16 عياده في القاهره، طب مريض اسوان يعمل ايه؟ يجي يعمل جلسه والناس خدمته وجي وجاب سياره وجاب اي حاجه، الجلسه اللي بعد الشهر هيبقى صعب عليه. بس ما بتكلمش على الماديات بس، وبعدين دي حاجه جلسات، هي مش زياره واحده، هو محتاج يروح ويجي فما يكسلش. فطبعا ده ممتاز. فاحنا الحمد لله رب العالمين بنعمل مساعدات في حته ان احنا فعلا بنحس بالناس، لان الناس محتاجه تعمل 4 جلسات مثلا عشان الخشونه بتاعت 20 سنه ولا 10 سنين، اقول له استحملني 3-4 شهور. فاحنا بنعمل الجلسات، المريض بيتكلف نصها الحمد لله رب العالمين، كمان انا بوصل لحد عندك. النقطه دي مهمه جدا جدا، وكلنا كل الاطباء الدكتور سامي الدكتور يوسف الدكتور احمد الدكتور محمد الدكتور خالد الدكتور دعاء اي دكاتره معانا في بروتوكول متحدد بيتنفذ بالخطوه وبنفس الطريقه. فده مدي نتائج الحمد لله رب العالمين بدات توصل، والحمد لله يعني كل يوم الحمد لله ده فضل من ربنا ان في كل يوم الواحد بيحس بالثقه، الواحد بيحس ان ربنا معانا. ودي مهمه جدا 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 طبعا، ان دايما نبقى نقول يا رب اجعلنا عند حسن ظن الناس باسم الله يا رب دايما. اكتر بالنسبه للتردد الحراري احنا عرفنا كده الخشونه والركبتين وكل الكلام ده، نروح بقى للظهر، برده بيستخدم للظهر؟ طبعا، يعني برده التردد الحراري مهم جدا في موضوع الام ومشاكل العمود الفقري. 95% من الناس الحمد لله رب العالمين اللي بيشتكوا من الام العمود الفقري لا تحتاج الى تدخل جراحي. تمام. طيب المريض ده بيتعامل ازاي؟ احنا بنعمله خطوات زي ما برضو ما الطب بيقول والكتاب بيقول، ان احنا تعليمات، علاج دوائي، علاج طبيعي. المريض ما بقى فيش التحسن اللي بيدور عليه، بدا يتضايق اكتر. بعد الناس يقول لك ده انا عملت علاج طبيعي وتعبت اكتر، فاحنا بنقول له ما تقلقش، احنا عندنا دلوقتي في حاجه اسمها حقن جذور اعصاب، ودي لها اكتر من طريقه، وبنستخدم فيها البلازما وبنستخدم فيها ضد الالتهابات. الخطوه اللي بتساعدنا جدا والمريض يبقى عارف ان احنا ممكن نوصل لها وتبقى سلاح قوي جدا، ان انا استخدم جهاز التردد الحراري، وبنفس الطريقه انا بستخدم بنج موضعي
احط الكابل ابدا اعمل موتور اكشن، لان انا هنا بقى عايز ايه اشوف العصب اللي وصل رجلي كلها. اوكي. اول ما يبدا المريض يقول لك حاسس بنبضات، يبقى احنا كده عند جذور الاعصاب، ودي ببنج موضعي. وبسال المريض نبدا نشغل هنا بقى بنعمل حاجه اسمها استيموليشن، وبنعمل حاجه اسمها بالسد. البالسد دي بتطلع ويفز بتحسن جدا التليفات، بتحسن جدا الالتهاب اللي حاصل في جذور الاعصاب. فتلاقي المريض في خلال ايام يبدا يحس بالفرق، ويبدا يحس ان ظهره بدا يريحه. طب انا لو مريض لا قدر الله عامل عمليه جراحيه، هيبقى التليفات اعلى، هتبقى الالتصاقات اكتر، هتبقى في مشكله لا قدر الله في ضيف القناه الشوكيه. دي لها حلول، اصبحت الحمد لله ان هم كل يوم الطب بيقول ان احنا عندنا حلول للمشكله دي. التليفات اللي بتزيد والاختناقات اللي بتزيد وبتاثر على جذور الاعصاب، لا ده احنا الحمد لله جهاز التراد الحراري بيحرر لنا جذور الاعصاب، بيضيع الاختناقات اللي حاصله، فتلاقي الاحساس الالم اللي نازل ده كله يبدا يريحه واحده واحده مع بعض التعليمات. بعض الناس ممكن يكون عنده ضيف القناه الشوكيه، ممكن نستخدم حاجه اسمها استار تراكز، ان احنا بندخلها من خلال بنج موضعي عند فقرة الخامسة، ونحقن هايبرتونيك سلاين وأدوية تدوب الالتصاقات اللي مضيقة قناة الشوكية، لأنه مشكلة الجراحة ما بعد الجراحة أنه بيحصل تليفات أكتر والتصاقات أكتر. الأمور دي بتبقى بنج موضوعي، ودي الميزة الحمد لله رب العالمين، أن احنا لا بنتعامل بنج كلي، ولا المريض بيحتاج يدخل مستشفى فترة طويلة. كل حكاية أن أنا لازم نشوف المريض صورة الدم بتاعته، وهناخد منه جلسات البلازما علشان نقدر نحقله اثناء الحقن، بنعمل عشان التليفات تقل والبلازما تحسن جذور الاعصاب، وكمان بتقوي جدار الغضروف بدل ما يحصل حاجه اسمها بالج. في التفاصيل دي تلاقي المريض يحس النهارده انا يعني مثلا في زقازيق من حوالي اسبوعين مريضه عامله حقن ظهرها وجايه يعني مع نفسها كده، هي عرفت ان الدكتور سامي جاي، فجت بقول لها انت اخبارك؟ قالت لي حقن ظهري من اسبوعين. قلت لها طب ايه الاخبار؟ قالت لي لا 70-80% كويس. قلت لها طب جايه ليه؟ الحمد لله. قالت لي جايه اقول لحضرتك اعرفك. قلت لها طب شكرا. فهي الفكره في كده، ان المريض ما دام بيحس بتحسن انا نفسي ببقى مبسوط، لان ده فعلا هيرحمه من مشكله ممكن كانت تحصل والعياذ بالله. وبرده باكد من ورا المليون ان الجراحه ليست ضدها، ولكن لما يبقى المريض محتاجها. لما يبقى محتاجها طبعا، مش نبتدي بيها يعني. نبتدي الاول بالحاجات اللي ينفع يبقى فيها تحسن ومن غير جراحه. وهي الحمد لله يعني الظهر مثلا ممكن نقول حقنه حقنتين، لان الظهر الظهر اسهل شويه من فكره الخشونه المتقدمه. الخشونه البروتوكول بتاعها بنتكلم في 4 جلسات، ممكن نوصل لست جلسات. عشان كده دايما نقول ان الجلسه الاولى هتتبعها جلسه من عندنا، ده لا ده احساس بالمريض. أيوة. احساس بالمريض، وفي نفس الوقت بجد علشان يكمل الكورس بتاعه. والبروتوكول المريض بيهتم ان هو عايز النتيجه، فانت عشان توصل للنتيجه هتلاقي نفسك متكلف جلسه او اتنين. انا شايفه ان العرض ده ممتاز بصراحه، يعني فكره ان احنا يبقى جلسه عليكم وجلسه على المريض، ده اوفر رائع. فلا ربنا يجازيك خير والله يا دكتور. وفكره ان كمان الحمد لله رب العالمين ان احنا بقى في 4 فرق. كل فريق طالع 2-3 أطباء، ومعاهم أطباء المعمل، ومعاهم الأدوية والشنط، ورايحين يعني من أول أسبوع في 4 فرق هيتحركوا على مستوى الجمهورية. الفكرة دي فعلا بأمانة بتوصل الخدمة لحد المريض طبعا. بدل ما يبقى محتاج يجي القاهرة، ونفس البروتوكول بيتنافس هناك، يعني يمكن حتى كل فترة تلاقي الدكتور سامي كان في المكان الفلاني، الدكتور يوسف هنا، لأن احنا بننفذ بروتوكول واحد، وبنقعد نحط الجدول ونتفق مع بعض. دكتور يوسف انت مش الدكتور احمد هيروح المكان الفلاني، ده الناس شافته هنا ممكن تشوفه المرة التانية هناك. ليه؟ لأن هي بروتوكول واحد، والحمد لله كلهم بفضل الله سبحانه وتعالى استشاريين، ستاف جامعة، كلهم معاهم دكتوراه، يعني الحمد لله الدنيا ماشية خطوة خطوة، والأمور بتجيب النتائج هي اللي بتحكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الشوكه العظميه او مسمار الكعب، صح كده؟ ايه بقى يا دكتور؟ بصي هو اصلا الاسم صعب قوي، يعني هو هو فعلا وصف لحاله حد مش قادر يمشي على رجله وحاسس بمسمار في كعب رجله، فده يعني بيتألم جدا. دايما نريد يقول لك انا حاسس وانا صاحي الصبح. أيوة. دايس على مسمار، مسمار سخن كمان نار يعني. أيوة. فهي لا هي مزعجه جدا ومؤلمه، انما الحمد لله مش من الحاجات برضو اللي تستدعي هذا التضخيم. ونصور للناس ان احنا هنعمل لك عمليه، ونحن نعمل تصادمات، ونعمل جهاز، التفاصيل الكتيره دي كبيره قوي دي للاسف. بيحس المريض ان هو قدام معضله، ولكن الموضوع ابسط وبسيط. انت تعرف عندك ايه؟ عندك التهاب في الوتر اللي هو بادئ من عند عظمه الكعب، اللي هي شكلها اتغير بسبب حضرتك ما بتشربش ميه، بسبب حضرتك عندك املاح عاليه كتير، اللحوم الحمراء والفول والحاجات البقريات بتعلي اليوريك اسيد اللي يبدا يترسب
على العظمه ويغير شكلها ويبدا يترسب على الوتر فيحصل التهاب فيه وتزداد طول الليل وانت نايم. الدوره الدمويه بطيئه، مش شارب ميه خالص، في لزوجه عاليه فيبدا الاملاح يحصل لها ارتشاح عالي جدا في المنطقه ديت، فتصحى الصبح الوتر ملتهب جدا كانك دايس على مسمار بجد. وانا بتكلم عشان انا حسيت بيها. اوكي. وبامانه ده حصل معايا شخصيا. انا عملت حقن مرتين بقالي 4 سنين الحمد لله خفيت منها تماما. فهي سهله وبنج موضعي. وامبارح كنت بعملها للمريضه من ليبيا او من حاجه جايه كده، بس نتائجها سهله بسيطه. اشرب ميه ونعمل لك حقنه او اتنين تتحسن جدا. من الحاجات المزعجه شويه مفصل الحوض. دكتور سامي الوقت بيعدي بسرعه جدا، فاحنا محتاجين نعرف العرض ونكمل ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. ببساطه احنا عايشين مع الناس وعارفين الوضع الاجتماعي والمادي، فاحنا الحمد لله عشان المريض بيبقى محتاج اكتر من جلسه، ممكن يوصل 4 جلسات في العلاج شنطه الركبتين او 3 جلسات في الظهر. فاحنا دايما بنقول كده الجلسه الاولى والحمد لله بتخفيض كويس جدا وفي امكانيات اي حد بفضل الله، الثانيه هتبقى مسؤوليه تمام مجانا على المركز، الثالثه برضو بتخفيض ثاني، الرابعه برضو مجانا لحد ما يشفى تمام. بل ان بعد 6 شهور تعالى نطمئن عليك اعمل جلسه مجانا او هنقول عليها هديه او نبقى سعداء ان انت بقيت كويس، وبعد سنه تعالى نطمن عليك لو احتجت نعمل لك. الظهر نفس الموضوع لو احتاج جلستين او 3. الفكره ان انا اوصل للمريض كمان، دي برضو انا شايف ان دي الحمد لله رب العالمين ربنا موفقنا ليها وهدانا ان احنا نقدر نعمل فرق وكله بينفذ البروتوكول، كل الدكاتره اللي معايا والحمد لله وصل عددهم ل 15، نوصل لحد المريض في محافظته في كل محافظات مصر، يعني باقي سينا والوادي الجديد ونبقى كده، او يمكن البحر الاحمر عشان ايوه بالظبط ان شاء الله ايوه باذن الله نوصل لحدهم، فيبقى كده الحمد لله يعني ربنا يقدرنا ان احنا نبقى عند حسن ظن الجميع ان شاء الله يا رب ان شاء الله. دكتور تامي قنديل استشاري اول علاج الام المفاصل والعمود الفقري، بشكر حضرتك جدا نورتنا، بشكركم جدا. اشوفكم ان شاء الله يوم الاحد على خير، بفكركم دايما تتابعونا على السوشيال ميديا انستجرام فيسبوك ويوتيوب، كل الوصفات كل المقادير وكل الفقرات بتنزل يوميا على صفحة البرنامج سر الصنعة مع شيف دعاء السمنودي. نشوفكم يوم الحد إن شاء الله على ألف خير. باي باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.